كل اللعيبه طبعا انتوا نجوم كبار في نفس الوقت، صدقوا نفسكم ان انتوا بتلعبوا في نادي كبير جدا، وانتوا لعيبه كويسه جدا، لعيبه دوليه، لعيبه عندها خبرات، تحفروا باساميكم تاني في التاريخ ان انت النهارده بتشارك في ثالث بطوله على التوالي. اتمنى ان شاء الله ان يرجعوا بالكاس، بتشارك في كاس عالم انديه في اعداد كبيره جدا يكون موجود في النادي الاهلي، والمره الثالثه على التوالي. فانا بقول لهم انا عارف، مش هقول لهم كل واحد يبقى مسؤول، لان كل واحد عارف مسؤوليته ان هو موجود في النادي الاهلي وعارف قيمه المباراه وعارف قيمه البطوله. فانا شايف ان هم يعني اكيد مركزين، الناس اللي كانت مصابه وغايبه رجعت الحمد لله، ودي حاجه كويسه جدا، حاجه ايجابيه للفريق. وراكم جمهور في العالم العربي كله، في العالم كله، وفي جمهور رايح يساندكم، واحنا بنساندكم من هنا. اتمنى ان شاء الله انكم تكونوا موفقين وتكونوا مركزين، بحيث ان انتوا ترجعوا بالكاس تبقى حاجه كويسه جدا، ويفرحوا جمهور النادي الاهلي، وهم كمان تبقى حاجه كويسه ليهم في تاريخهم. يعني مباراه صعبه، مش صعبه فنيا، انا من وجهه نظري شايف ان فنيا النادي الاهلي احسن بكتير جدا، وموسيماني تحديدا في المباريات الكبيره بيكون متواجد. لعيبه النادي الاهلي حاسه بمسؤوليه، سفر كابتن الخطيب وحسام غالي تحديدا قربهم من اللعيبه وتحفيزهم. ساعات في الحياه ممكن بتقلبي كل النواحي السلبيه الايجابيه، فانا شايف ان كل دي هتبقى دوافع للعيبه الاهلي، وزي ما عملناها في الصفاقس نقدر نعملها في الوداد باذن الله. كلنا ورا النادي الاهلي، كلنا بندعي باذن الله ان شاء الله يوم 30 هتبقى 11، وهنبقى كلنا مبسوطين جدا، مصر كلها تبقى مبسوطه ان شاء الله. طبعا هو احنا مصر كلها ان شاء الله يعني ورا النادي الاهلي، ومصر كلها يعني تتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي ربنا يكرمه ان شاء الله ويكرم الفريق كله ان شاء الله بان احنا نفوز في النهائي. يمكن بيمثل لينا حاجه كبيره جدا، ويمثل للمصريين زي ما قلت حق النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، خاصه لما يلعب مع فريق بره والمباراه بتكون بره ارضه. احنا يعني بنساند اللعيبه وبنساند جمهور النادي الاهلي كله في المباراه اللي قادمه ان شاء الله يوم الاثنين. ان شاء الله ربنا يكرمهم ويرفعوا وياخدوا الكاس ان شاء الله. متعودين دايما منكم ان انتوا رجاله، وان انتوا دايما بتشرفونا في جميع المحافل الدوليه والافريقيه، واحنا مش مستنيين منكم غير تجيبوا الكاس ال11 عشان عايز اتصور مع بعض زي ما بنصور الجمهور وبنصور الاعضاء، الساده الاعضاء عندنا. فعلا حاجه بتبقى في قمه السعاده بالنسبه للجمهور الاهلي او لاهلي او اسره الاهلي كلنا، من اول مجلس الاداره والجمهور والاداره التنفيذيه كلنا بنبقى فعلا سعداء بال11 دوت، ويا ريت نشوف الكاس عندنا تاني ان شاء الله، ومستنيينهم لان احنا واثقين فيهم ان هم الرجاله بتاعتنا.